بهدف دعم الصيادين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وضعت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية خططا استراتيجية للحد من الآثار الناجمة عن الأحداث الدائرة في البحر الأحمر. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ألقت الأحداث المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بتبعاتها على أنشطة الصيد البحري، مضيفة المزيد من المتاعب على الصيادين الذين يعانون من انحسار أعمالهم وتضرر موانئ الصيد البحري ومراكز الإنزال السمكي في منطقة خليج عدن جراء الأحداث التي تشهدها بلادنا. وقد استعرض وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية غازي الأحمر حجم المعاناة التي نجمت عن هذه الحرب والأضرار التي أصابت المصائد البحرية في خليج عدن نتيجة أحداث البحر الأحمر. ايضا قيمة الصادرات السمكية من العملة الصعبة مثل ما ذكرنا بالسابق تقارب $400 مليون، فهذه الفرص جميعا رغم المعاناة التي عاناها القطاع السمكي والصيادون والمنتجون والمصنعون جراء الحرب وجراء ضعف البنية التحتية والدمار الذي حصل للبنية التحتية جراء الانقلاب الحوثي وآخرها الأحداث التي حصلت في البحر الأحمر، وللعلم أن هذه الأحداث والحرب أثرت على القطاع السمكي بشكل كبير جدا حيث ستتقلص فرص العمل في مثلا في البحر الأحمر. هناك أكثر من 62 ألف صياد يعولون أسر ويعولون يعني نسبة كبيرة من السكان. هذا عملهم توقف شبه توقف تام خلال الأشهر الأخيرة، والبعض منهم تعرض للخطر وبعض منهم تعرض للإصابة والبعض منهم قضى نحبه في الأحداث الأخيرة من 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 الحرب التي شنها الحوثيين منذ اندلاع حربهم التي شنوها في 2015 إلى يومنا هذا، وكل يوم أحداثهم تزيد والضرر يزيد على القطاع السمكي، زراعة الألغام أيضا في البحر، القصف المتواصل، ضرر بالبنية التحتية، نزح أغلب الصيادون في البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي لتتبع لقبة العيش. وحول المعالجات التي يمكن اتخاذها لدعم الصيادين في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، أشار الوكيل غازي الأحمر إلى أن هنالك خطة طويلة الأمد تم وضعها لمعالجة أوضاع الصيادين وإعادة تأهيل موانئ الصيد البحري. طبعا الخطط الاستراتيجية للأمن الغذائي هي من 23 من عام 23 لعام 27، والخطة الاستراتيجية بشكل عام للقطاع الزراعي السمكي خطة من عام 24 إلى عام 2030 بتمويل من الفاو، وستعرض هذه الاستراتيجيات والخطط للمانحين والمنظمات الدولية للإسهام في إعادة تأهيل البنى التحتية ودعم المزارعين والصيادين ورفع من إنتاجهم ورفع الضرر الذي لحق بهم جراء الحرب هذه التي شنها الانقلابية للحوثة. وإن شاء الله خلال الأعوام القادمة نرى تحسن في إعادة تأهيل البنى التحتية. كل تلك المعالجات سوف تعمل على تخفيف العبء على الصيادين والمشتغلين في مجال الصياد وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العديد من الشباب. قناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن.